حبيت نعرف شيخ السبب الاول من هذا تاع الاستقاله تاع المدربين، انت تشوفها منين؟ اسك من المسؤولين اللي راهم حاكمين في الفرق اللي ما يعرفوش كره القدم، يجوا ناس برا قال اليوم تحاوز لي مسيو الجود يحاوزو، حاوز لي مضوي، حاوز لي كذا، البريزيدون هذاك واش يقول لك؟ انا ليسونسيال ما قالوليش انا نروح، انا نحاوز لهم الجودي وجيبوا لي حبيتوز نحطوه هو ليسونسيال يمشي مع الشعبويه مع مع الجمهور. هذا هو المشكل. حنا كيكونوا الناس بكري في باسا بالك لي زونسيان، وانا الحق كنت انا صغير برجمان نشفى اونترينور نور بن زكريا الله يذكره على خير، يجوز بزاف بعد نور كان رمضاني ما كانوش مدربين. هذه نهضر لك انا لي بوك ولا جياسكا يا في يا جياسكا يا في خالف زيفوتكو سي با شحال كم. مي دوكا مي دوكا اسك دوكا المسؤولين لي راهم دوكا على النوادي ما يعرفوش كره وماشي دي جون كومبيتون؟ هذه هي شيخ نهضر الواقع باسكو دي جون باسكو علاش دوكا مدرب اي جودي الاس دو 37 يدي دوبلي ويدي كدا دوكا ليكسبيريونس ديالو مامو دوكا يخدم بالسيجار. حنا دوكا اكزومبل دوكا تجي مع ناس ما يقولكش هذا المدرب نستغلوه ولا مام غدوه نديرو معاه دي زونسيان جوار تاع لو كلوب اللي راهو فيه دي فورماتور بالك منا عامين. حنا اي جودي يقولوا بارك الله فيك راك فورميتنا ديجا دي زون دي جون اونترينر وهادي حنا نو حنا لو ريزولتا لو ريزولتا لو ريزولتا هكذا ما يقدرش. وهادي تاع اجازه ما اجازه حنا نقعدوا توجو لو ميم بروبليم. لي اونترينر اونترينر ما يقدر يقعد موسم كومبلي في فريق. انا شوفوا ميم الانديه اللي راهي كلاسي برومي سامح لي كلاسي برومي ست شهور ميم اونترينر في الجيري شيخ وين تلقى نتايا شفناه في مولدي الجزائر وشباب بلوزداد كلاسي برومي ميم جي اس كا راهم دوزيام تروازيام يلعبوا لا شامبيونز ليغ المدربين يروح مدربين وميم في شباب قسنطينه وشفناها راهي في فرق كثيره. المشكل هذا ما نشوفوش في الجيران ما نروحوش لو نيفو باللي لازم نحبسوا هذه لي موراجي تاع المدربين والمسؤولين راهي لحق دوك المسؤولين بدلوا لي زونطيلو المسؤولين وما نشوفوش في الفئات الشبانيه واش راحوا نجيبوا من الفوق ان شاء الله رفيق.